بعد أن تعرفنا على القيود المترتبة على الملكية الفردية، ننتقل الآن إلى حماية الملكية الفردية. هناك جملة من التشريعات والاحتياطات التي قررها الإسلام حماية لهذه الملكية وصيانة لها. إذن هي تشريعات واحتياطات وضعها الإسلام لحماية الملكية الفردية. أولاً، اشتراط التراضي في العقود. جعل الإسلام صحة أي عقد مقترنة بالرضا التام من أطرافه، ولا يصح أي عقد وجدت فيه شبهة تشكك في هذا الرضا. إذن لا يصح أي عقد وجدت فيه شبهة تشكك في هذا الرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. طيب، ولما كان الرضا محله القلب، كانت صيغة العقد يعني الكلام هي المعبرة عن الرضا بالتعاقد، والصيغة لها طرفان. إيجاب وقبول. أما الإيجاب هو الكلام الصادر أولا من أحد المتعاقدين، وأما القبول هو الكلام الصادر ثانيا من الطرف الآخر. مثلا الإيجاب يقول له: اشتريت منك، طبعا المشتري، اشتريت منك هذا الكتاب بمئة ليرة. يقول البائع: قبلته. إذن هذا يسمى إيجابا، ويسمى والثاني يسمى قبولا. إذن وأبطل الإسلام العقد طبعا في حال إذا مثل ما قلنا لم يكن هناك تراض بين البائع والمشتري، في حالة الإكراه وحالة مثلا السكر، ذهاب العقد. ثانيا، تشريع الخيار في العقد. شرع الإسلام للمتعاقدين الخيار ليكون كل منهما مطمئنا راضيا غير متردد. وللخيار أنواع، أهمها خيار المجلس، هو تمكين تعريفه طبعا هو تمكين كل من المتعاقدين من إمضاء العقد أو إلغائه ما دام في مجلس التعاقد. فإن تفرقا انتهى الخيار ولزم البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثانيا، خيار الشرط، هو أن يشترط أحد المتبايعين أو كلاهما حرية فسخ العقد أو إمضائه لمدة معينة بعد إتمام العقد، أقصاها 3 أيام، أي خيار الشرط أقصاه 3 أيام. يعني في حال إذا يعني وجد شيء غير يعني موافق مع البيع خلال فترة أقصاها 3 أيام، جاز له حرية فسخ العقد أو إمضائه. خيار العيب، هو حق المشتري في رد المبيع فوراً إذا اكتشف فيه عيبا لا يعلمه، فإن سكت عن العيب بعد علمه به واستعمل المبيع دل ذلك على رضاه وسقط الخيار. يعني اشترى سيارة، قال له مثلا البائع أن فيها مثلا العطل الفلاني والفلاني والفلاني، عندما ذهب بها يعني ساقها لأول مرة أو قادها لأول مرة وجد فيها أمور أخرى غير التي قال له البائع عنها، هنا يحق له أن يعيد هذه السيارة مباشرة إلى البائع بخيار العيب. أما إذا علم بهذا العطل الذي لم يقل له البائع عنه وسكت عنه دل ذلك على رضا، وعندها يعني لا يستطيع أن يرد السيارة مثلا بعد فترة زمنية أنه والله بحجة أنه والله فيها العطل الفلاني، وسقط خيار العيب. من الخيارات أيضا خيار التدليس، يعني تعريفه هو أن البائع وضع شيئا في السلعة يزيدها جمالا يعني مشان رغبة المشتري في شراء هذه البضاعة. خيار كذلك الغبن، إذا اكتشف المشتري أن السعر الذي اشترى به هذه البضاعة أغلى من سعر السوق، كذلك هي من الخيارات التي شرعها الإسلام. ثالثا، من الحماية على الملكية الفردية، الحجر على السفهاء. والحجر هو حز الأموال ومنع صاحبها من التصرف بها بأمر من القاضي. والسفيه
هو من لا يحسن التصرف بماله، طبعا لأسباب منها صغر سنه أو آفة عقلية أو تهور أو طيش. ومن آثار الحجر أن يعين القاضي وصيا عدلا يقوم على تنمية المال لصاحبه. يعني القاضي يضع وصيا على هذا الصبي أو الآفة العقلية أو التهور أو الطيش، على يقوم هذا الوصي على تنمية المال لصاحبه الصغير، ويتولى النفقة عليه فيما يحتاج إليه بالمعروف، يعني يعطيه من هذا المال بالمعروف. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أخيرا الملكية الجماعية. الملكية الجماعية هي ما يعود الحق فيه إلى مجموعة من الأفراد، وهي نوعان. إذن الملكية الجماعية ما يعود الحق فيه إلى مجموعة من الأفراد وهي نوعان. النوع الأول هو الثروات الطبيعية، والنوع الآخر هو الملكية العامة. أما الثروات الطبيعية هي ما وجد بخلق الله تعالى من دون تدخل يد بشرية فيه، وتعود ملكيته لعموم الأمة كالأنهار والبراري والثروات الطبيعية. إذن ما خلق الله تعالى من دون تدخل يد بشر، الأنهار، البراري، الثروات الطبيعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يمنعنا، الماء والكلأ والنار. وفي رواية: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. الملكية العامة ما رصد من الأموال والممتلكات لنفع عامة الناس كالحمى والوقف. أما الحمى هو ما يخصصه الحاكم أو من ينوب عنه من الأراضي لمواشي الدولة، وتمنع مواشي الناس طبعا في الرعي فيه. الوقف الخيري ما جعل ريعه على جهة الخير كالفقراء والمرضى وطلاب العلم. من خصائص الملكية العامة، أي خصائص لهذه الملكية العامة، هي ملك للأمة فلا تدخل في ملكيات الأفراد، أي أنه لا يستطيع إنسان يعني أن ينفرد في تملك هذه الملكيات لأنها ملك للأمة. 2، تقدم الملكية العامة على الملكية الفردية عند التعارض. يعني عند تعارض الملكية الفردية مع الملكية العامة، تقدم الملكية العامة على الملكية الفردية أو الخاصة، ويعوض طبعا مع التعويض العادل للفرد عن يعني بالملكية الفردية. 3، الملكية العامة مستقرة ودائمة بدوام مصلحة العموم المسلمين. إلى هنا أعزائي الطلاب نأتي إلى نهاية درسنا، وإلى لقاء آخر. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.